السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ الأخت هلا سألتني علي ممكن تعمل شرح لمونتاجك لو سمحت؟ طبعا ممكن. طبعا أول إشي بنختار اللعبة اللي بدنا نلعبها عشان نصور، وبعد ما نختار اللعبة ونعرف إيش بدنا نصور، طبعا في ناس بيعملوا ألعاب على التليفون وفي ناس بيعملوا ألعاب على الكمبيوتر وفي ناس بيعملوا على البلاي ستيشن، أنا مرات بعمل على الكمبيوتر ومرات بعمل على البلاي ستيشن، بس عموما خطوات المونتاج حتكون نفسها. الإشي الوحيد اللي بيختلف حيكون طريقة التصوير، أنا دائما بصور حالي في كاميرا التليفون، بحط التليفون على ستاند معلي عليه مايك وبصور حالي. لما اكون بدي اصور من البلاي ستيشن، البلاي ستيشن بيعطيني خيار اني اصور الشاشه لمده ساعه، فبضطر اني اصور ساعه بساعه 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 بساعه، او مثلا لو بدي العب 3 ساعات بضطر اصورهم ساعه بساعه بساعه وبعدين احطهم على هارد درايف بعدين انقلهم على الكمبيوتر. بس لما العب على الكمبيوتر بستخدم هذا البرنامج اللي هو اسمه OBS Studio. هلا OBS Studio برنامج حلو جدا للشغل وفي له كتير شرح على اليوتيوب عشان الواحد كيف يعرف يستخدمه، بس عموما هو بيصور الشاشه صوت وصوره طبعا اللي هو اللعبه وصوت اللعبه، وبنفس الوقت انا حاطط مايك على الكمبيوتر غير المايك تبع التليفون، فبقدر اسجل صوتي في طريقتين عشان وقت المونتاج اشوف اي واحد الاوضح واخده، بس مش هذا السبب الوحيد، هلا بحكي لكم سبب ثاني. المهم بعد ما نصور اللعبه ونصور حالنا واحنا بنلعب بصير لازم نعمل كل شيء بملفات مرتبه عشان نعرف نشتغل. اليوم حورجيكم المونتاج تبع باكشات رولي اللي نزلته اول امبارح. زي ما انتم شايفين انا عامل ملف اسمه باكشات رولي، جوا الملف حتلاقوني حاطط الملف اللي حشتغل عليه مونتاج والملف اللي حامل منه صوره عرض وملف ثاني. هلا الملف الثاني ححط فيه كل شيء بدي استخدمه في الفيديو زي السكرين شوت مثلا اللي انا صورته من اليوتيوب، وجوا الملف الثاني حاطط كمان ملف، هذا الملف بس بحط فيه التصوير تبع اللعبه والتصوير وانا بلعب عشان ما يكونش عندي زحمه في الاغراض. بعد ما نخلص من الملفات والترتيب ونعرف كل شيء وين بدنا نوديه بنروح على المونتاج. انا بمنتج على ادوبي بريمير برو، وسمعت انه كابكت برضه برنامج كويس والناس بيقدروا يستخدموه على التليفون عشان يمنتجوا، بس انا عشان بشتغل على البريمير برو بس حورجيكم اياه. طبعا لما يفتح البريمير برو بيكون فاضي، هان ما بيكون فيه ولا شيء. فبنروح على الملفات تبعونا، بنجيب التصوير تبعنا والتصوير تبع اللعبة، بنمسكهم وبنسحبهم وبنحطهم هون، بس أنا حطيتهم من قبل لأنه بياخذ شوية وقت عشان يحمل، بعد ما نحطهم ونخلص، بنمسك هاي بنسحبها وبنرميها هون، الخط اللي فوق بيورجينا كل الصورة، والخط اللي تحت بيورجينا كل الصوت، أنا بحب أصغر هدول زي هيك عشان يكون عندي مساحة أكثر، بنضلنا كبسين على زر الألت، وبعدين بالعجل تبع الماوس، بنطلع وبننزل. عشان نصغر ونكبر، وبعدين بنمسك هذه بنسحبها بنحطها لفوق، بنمسك هذه بنسحبها بنحطها لتحت عشان يصير في عندنا وسع في النص، الوسع اللي في النص بدنا نسحب اللعبه ونحطها جوا. هلا لو نكبس على هذه حيختار كل الفايل مره واحده، كل الملف اللي هو اللعبه مع الصوت تبع اللعبه مع الصوت تبع المايك مع كم من مكان فاضي، بس اذا بدي اختار الاماكن الفاضيه هذه اللي مش طالع فيهم صوت بضل كابس على الت وبختار الاثنين هذول بالماوس، هذا ما بدي اياه مثلا بمسحه بديليت، وهذا ما بدي اياه بمسحه بديليت، بعدين بركب هاي هان وهاي هان عشان يصير عندي مساحة اشتغل. بنرجع للبداية، بنكبس على زر الالت وبالعجل تبع الماوس بنكبر المكان هذا عشان التايم لاين تبعنا يكون اوسع عشان نعرف نتحكم فيه اكثر. المهم كيف بدنا نركب صورتنا فوق اللعبة بالضبط عشان نعرف انه انا متى حكيت هيك ومتى صار هيك في اللعبة ويكونوا راكبين بالضبط زي ما انتم بتشوفوا في الفيديوهات. قبل شوي قلت لكم انه انا بستخدم مايكين، واحد في التليفون واحد في الكمبيوتر عشان اختار الاوضح، وفي سبب ثاني، هذا هو السبب الثاني. واحدة من الطرق اللي بتقدر تخلينا نركب الصوتين بالضبط فوق بعض اللي هم صوتي وصوت اللعبة، هذول الاثنين اللي انا مختارهم اللي هم تصويري وانا بلعب وصوتي وانا بلعب، هذول الثلاث تصوير اللعبة وصوت اللعبة وصوتي اللي انا مسجله على الكمبيوتر مش في التليفون. ففي طريقة عشان اني اخلي الاثنين يكونوا ظابطين فوق بعض، بعمل زي هيك، ولازم الصوت اللي بيلقطه المايك تبع التليفون والصوت اللي بيلقطه المايك تبع الكمبيوتر يكونوا راكبين على بعض بالضبط. مجرد ما يركبوا على بعض بنعرف انه الفيديوهين ماشيين مع بعض تمام. اورجيكم كيف. سمعتوا الزقفه بتطلع مرتين ورا بعض، هاي الزقفه تبعت التليفون وهاي الزقفه تبعت الكمبيوتر، فبنسحب هذه عند هذه لغايه ما يصيروا تقريبا تحت بعض. بنجرب كمان مره، الصوت مظبوط مفروض. نختار هذه بنكبس زر الالت وسهم على اليسار عشان نحركها حبه على اليسار ونسمع كمان مره. لا صار الصوت يعني لو اللي حد يركز فيني حيسمع انه الزقفه بتطلع مرتين ورا بعض بسرعه. فبنرجعها مره ثانيه على اليمين ونرجع نسمع. هيك نتاكد انه الصوت مليون بالميه ظابط. بنيجي هان عند البدايه، هذا الزر بيرجعنا للبدايه وهذا الزر بيودينا للنهايه، فاحنا بدنا نروح للبدايه على الاخر ونسحب اللعبة والتصوير ونخليهم مع بعض في نفس المكان، وبنيجي على المكان هذا الفاضي اللي هو بداية الفيديو، بنكبس زر في اليمين وبنعمل شيء اسمه ريبل ديليت عشان ما يكون عندنا شيء اسود في بداية الفيديو، عشان الفيديو يبدأ مرة واحدة في المكان اللي احنا بدنا اياه. هلا طبعا بداية الفيديو بدنا نعمل فيه مقدمة، وكل واحد بده يعمل المقدمة اللي هو بده اياها على حسب اللعبة اللي بده يلعبها، أو على حسب الفيديو تبعه، مش شرط لعبة يعني، بس أنا مرات ايش بعمل؟ لما ألعب لعبة أنا مش عارف لسه ايش هي،
بلعب اللعبه بالاول وبعمل المقدمه تبعتي في نهايه الفيديو. فاللعبه هاي مثلا انا مش عارف لسه ايش نظامها، فلعبت اللعبه وخلصت بعدين عملت المقدمه تبعتي في نهايه الفيديو عشان انا اكون عارف بالضبط ايش بدي احكي عن اللعبه. فبنروح لنهايه الفيديو ومفروض انه المقدمه تكون في مكان ما هنا. السلام عليكم ورحمه الله، هاي هي المقدمة. أنا عندي حاليا صوت المايك تبع التليفون أوضح من صوت المايك تبع الكمبيوتر، فيا إما بنعمل إلت وبنختار هذه وبنمسحها، أو إنه بنمسك هذه وبنسحبها فوقها مرة واحدة عشان يصير عندنا صوت واحد مش صوتين ويصير في إزعاج. لو مرات كانوا صوتين فوق بعض حيصير الصوت عالي زيادة عن اللزوم، ولو مرات كان في بس غلط صغير بإنه الواحد يحط الصوت تبع اللعبة فوق الصوت تبع التصوير حيصير الصوتين جايين مع بعض وحيصير في إزعاج. فهيك بنضمن إنه عندنا صوت واحد وخلاص. بنيجي هان بدي أخذ هاي مثلا، في هاي الريزر تول بحرف السي بقدر أختارها، بعمل إشي اسمه كات، بقصها من هان. لما انا اقصها لانه التليفون بيصور صوت وصورة مع بعض فحينقصوا مع بعض، واللعبة لانها بتصور صوت وصورة مع بعض فحينقصوا مع بعض. طبعا انا في المقدمة تبعتي انا كنت مسكر اللعبة اصلا، سكرت اللعبة وانا بعمل الخاتمة، فالصوت هذا كله على الفاضي تبع اللعبة ملوش داعي، مش موجود اصلا، ما في لا صوت ولا صورة. فبنختار المكان هذا مثلا، بنيجي هيك السلام عليكم ورحمة الله مثلا، بنختار هذه بنقصها عند هاي. احسن طريقه انه الواحد يعمل فيها المونتاج انه يمشي ورا الصوت، الاماكن اللي ما في فيها صوت معناها انه حتكون ممله او انه ما صار فيها شيء مهم. فهذا الاشي كله بنقدر نطنشه ونروح على الصوت اللي بعده بنشوف. السلام عليكم، لقيت حالي عدت المقدمه كمان مره، اول مره حسيتها ما زبطتش معي، بروح بختارها وبعمل لها ديليت. انا عامل اختصار عندي في الكيبورد، الديليت بعمله حرف الاي. طبعا لازم الواحد يعمل اختصارات على الكيبورد عشان يريح حاله بالشغل ويسرع على حاله، يعني انا بدل مثلا ما اروح اكبس على هذه عندي حرف السي، وبدال ما اصلا انا اقصها هاي في عندي اشي تاني حاطه على الكيبورد حرف الاف بقص مره واحده، بدال ما انا امسك حرف السي واروح امشي وادور واقص، حرف الاف حيقص لي المكان اللي انا واقف عليه بالضبط بالازرق. فعشان نروح على اختصارات الكيبورد بنروح على ايديت وبننزل على كيبورد شورت كاتس وبنعمل احنا الاختصارات اللي بدنا اياها في المكان اللي احنا بدنا اياه، بنقرا كل اشي هان ايش بيعمل بالضبط وبنقعد بنجرب لغايه ما نوصل للاختصارات اللي احنا بدنا اياها احسن شيء. فكمثال عندي هذا المكان كله فاضي، مثلا ايش بعمل هلا؟ بروح بختار هدول كلهم بسحبهم على اليمين شوي، بمسك المكان اللي انا عارف حعمل فيه المقدمة كنترول اكس عشان اقصها، بروح على البداية كنترول في عشان ارجعها، وبنبدأ شغل على المقدمة من هان مرة واحدة. فبدنا نشوف احسن مقدمة انا مصورها ايش كانت. مثلا نشوف هذه عندي حرف الكيو مثلا بقص وبرجع مرة واحدة عشان ما يكونش عندي اسود وراي. السلام عليكم، عندي هذه مثلا بنشوفها، بنشوف هذه السلام عليكم، فبشوف اي واحدة احسن واحدة. السلام عليكم، السلام عليكم، بلاقي الثانية احلى فيها حماس اكثر، بروح بختار الاولى، عندي حرف الدي بيمسح و السلام عليكم، صارت عندي السلام عليكم في البداية. بعدين بنشوف ايش المقطع اللي بعده، طبعا بنمشي على الصوت عشان نعرف احنا بالضبط ايش بدنا. زي ما قلت لكم انا لسه ما كنتش عارف ايش اللعبة، فخلصت اللعبة بعدين عملت المقدمة تبعتي عشان اعرف ايش احكي بالضبط. حرف الكيو بيمسح. اليوم جبت لكم لعبة بس بتعتمد على الحظ، لا إلها دخل بالشطارة، لا إلها شوي بالشطارة مفروض. مثلا هان حيكون في شوية سكتة بدنا نتخطاها، بنيجي على النقطة اللي بعدها. بس أكثر إشي فيها بيعتمد على الحظ. حلو، نروح على اللي بعده. موضوع واللعبة هي عبارة عن، طبعا ما تنسوا انه الكلام مش دائما حيطلع معكم ظابط من اول مرة، موضوع فالواحد بده، واللعبة هي عبارة عن مثلا الواحد بده يرجع يحاول يحكي الكلام تبعه مرة ثانية عشان يصيغه بطريقة احسن عشان الفيديو يكون مرتب باكثر طريقة ممكنة. اللعبة هي عبارة عن، برضه مش ظابطة، فبنروح لهاي بنلاقيها ظابطة. واللعبة هي عبارة عن مسدس الرولير الروسي، بنمسك هذه، فخلينا نشوف مع بعض مين اللي حيموت ويخسر ومين اللي حيفوز. يلا. انا دائما بقص لما احط ايدي في نص الكاميرا بالضبط عشان اعمل النقله تبعتي، فبقصها من هان عشان هلا ادخل اللعبه. فزي ما انتم ملاحظين كلمه يلا انقطعت ما كملتش، بس هلا هان صار في عندي فراغ اسود بين يلا وبين لما بدي ابدا الفيديو. فبنختار المكان الاسود هذا، بنعمل ريبل ديليت، انا حطيتها اختصار على حرف الدي، وهيك جبنا الفيديو كامل تصوير ولعبه عند المقدمه عشان نبدا شغل عليها. فهلا بدنا نشوف اللعبه وين بتبدا. اتوقع هان، بسم الله، خلينا ايوه اللعبة بتبدا من هان. فاللي قبل بنقصه بدناش اياه. هان ايش بنعمل؟ بنختار التصوير تبعنا، بنروح عند افكتس،
بنختار اشي انا مختاره حاطه عندي في ملف. طبعا انتم بتقدروا تختاروا كل الاشياء الافكتات اللي حتستعملوها دائما تعملوها في ملف لكم عشان ما تضلكمش دائما تدوروا عليها. حنختار اشي اسمه كروب. كروب يعني بدنا نقص اللي قدامنا سواء كانت صورة او فيديو. فبروح بصغر الصورة تبعتي مثلا 50%، بعد ما اصغرها 50% بدي اقصها من اليسار لهان مثلا، او هيك كويس، لا مش كويس هيك دي. مثلا كل واحد يعني بده يعمل الستايل تبعه، انا هذا الستايل اللي دائما بعمله في الفيديوهات تبعتي اذا انتم ملاحظين يعني اشي زي هيك. بعدين بناخذ عند البوزيشن، هاي بتوديه يمين ويسار، هاي بتوديه فوق تحت، هاي بتختار ال تكبر وتصغر كنترول زد طبعا عشان ترجع اخر شيء انت عملته، هذا عشان تلف. وطبعا في اشياء تانية كتير الواحد بيقدر يتفرج عليها ويلعب فيها. فبعد ما نختار الصورة تبعتنا كيف بدنا اياها تكون، بنيجي هان وبنحطها في الزاوية هاي. بس قبل ما نحطها في الزاوية لازم نروح على مكان هيك في نص اللعبة عشان نتأكد انه احنا مش مغطين ولا شيء من اللعبة. بنلاقي انه الفيديو تبعنا تبع اللعبة عامل زوم، فبنروح بدل ما هي 100% بنخليها 50% عشان نجيب الشاشة كاملة. بنتأكد فعلا 50% جايب الشاشة كاملة. حلو. فبنرجع هان مرة ثانية عشان نشوف اذا احنا مغطين اي شيء. بنختار هذه، بنحركها، بنلاقي حالنا مش مغطين ولا شيء، خلاص مكانها كويس مفروض. بعد ما نتاكد انه مكان الصوره كويس بنبدا مونتاج. هلا هان يلا بسم الله، كلمه يلا كانت مقطوعه. بنكبس على الت وبنحط الماوس هان بيطلع سهم احمر. بنختار وبنكبس شيفت ودي عشان يدمج الصوتين مع بعض، بنصغر هاي شوي فبصير زي هيك. يلا بسم الله، عمل زي نقله بين الصوت الاول والصوت الثاني ودمجها مع بعض، فبصير الصوت الاول مادد شوي لبعد القطع والصوت الثاني مادد شوي لقبل القطع، فبيطلع لطيف شوي بصير زي هيك. يلا بسم الله. بس ممكن انها تكون شوي سريعه، بنكبس حرف الاي بيختار كل شيء جاي لبعدين، بنسحبها شوي لليمين، بنعمل زي هيك، بنختارها بنرجعها لورا شوي، بنرجع شيفت نرجع نكبس الت وبالسهم، بعدين شيفت دي، بعدين بنصغرها شوي ونسمع كمان مره. يلا بسم الله، هيك صارت اضبط. لما تكبس كبستين مثلا على هاي حيجيبك واقف فوقها بالضبط. عندي هان اضافات خارجيه لقيتها في الجوجل، عباره عن نقلات او ترانزيشنز موجوده وجاهزه، هذا الترانزيشن اللي انا بستعمله دائما في كل فيديوهاتي. هيو فهيك صار عندنا. يلا بسم الله، صار عندنا نقله حلوه. في بدايه الفيديو انا دائما بحط هاي كمان، طبعا الترتيب له اولويه، لما الاشي يكون فوق معناها كل اشي فوق حيكون طالع على اللي تحته. هاي الطبقه هي اللي فوق حتكون اول اشي، هاي الطبقه هي اللي تحت حتكون ثاني اشي. اذا الطبقه اللي فوق شفافه وعليها الوان فاتحه اللي تحت حيصير ملون الوان فاتح. بس اذا الطبقه الثانيه او قصدي اذا الطبقه الاولى الوانها قويه ومش شفافه، يعني زي مثلا الفيديو تبعنا، الفيديو تبعنا مش اشي شفاف، فلما نمسك اشي ثاني ونحطه تحته مش حيبين، فلازم دائما الاشي الشفاف ينحط فوق والاشي الغامق ينحط تحت زي هيك مثلا، فبيصير عندنا نقله في ذلك. السلام عليكم، اليوم جبت لكم لعبه بس بتعتمد على الحظ، لا لها دخل بالشطاره، لا لها شوي بالشطاره مفروض. بس اكثر مثلا هان كان في صوت يعني هيك طلعت بالشطاره مفروض. فبنروح بنختار هان كمان مره وبنعمل نفس الحركه اللي عملناها قبل شوي، شفتوا دي، بس بنصغر هذه قد ما نقدر بس عشان نلغي الصوت القطع اللي طلع بالشطاره مفروض. بس اكثر شيء فيها بيعتمد على الحظ. واللعبه هي عباره عن مسدس الرولي الروسي، الواحد بيمسك مسدس هاي. سمعتها هان كمان مره، فبنعمل نفس الحركه عشان الفيديو يكون سلس يعني قد ما نقدر. الروسي، الواحد بيمسك مسدس وبيحط فيه طلقات عشوائيه وبجرب حظه، اذا مات بيخسر بس. فخلينا نشوف مع بعض مين اللي حيموت ويخسر ومين اللي حيفوز. يلا بسم الله، خلينا احنا هيك قلنا خلينا نبدا اللعبه. فبنقص من هان بنشوف وين اللعبه بدات. بتشوف ممكن النقلة هاي تكون شوي يعني
حادة، فبنختار زي ما كنا نختار هذه اللي تحت، بنختار اللي فوق اللي هي تبعت الصورة تبعت اللعبة مش تبعتنا احنا، وبنعمل شيفت دي عشان نعمل نقلة بين الاثنين تكون نقلة شوي خفيفة. بنشوف خلينا نبدأ اللعبة. نشوف هاي بعد النقلة وهاي قبل النقلة، شفت الفرق كيف؟ فالنقلة بتكون نشوف اريح لعين المشاهد. انا هان كنت مش فاهم لسه ايش لازم اعمل، فقاعد بجرب بكبس اي شيء، والاماكن الفاضيه اللي ورا اللي ملهاش داعي بنمسحها، حرف الكيو انا حاطه وبنختصر، فبصير انا زي هيك. بدأ اللعبة. نشوف مين خايف، ليش خايف؟ طبعا زي ما انتم سامعين الصوت عالي جدا، فبنوطيه شوي. حرف الجي بيعمل جين اللي هو مستوى الصوت، مثلا بدي اوطي صوت اللعبة لسالب 7 مثلا. عشان نتأكد انه الصوت كويس ولا لا بدنا نروح على مكان احنا بنتكلم فيه واللعبة شغالة في نفس الوقت عشان نشوف صوتنا واضح ولا اللعبة عاملة ازعاج زيادة عن اللزوم. ايه مين المحترم هذا؟ وقع الوراء حاضر. اوكي بدنا نتأكد انه الصوت كويس، هلا بنرجع نمشي في الفيديو زي ما احنا. مثلا هام بدي اعمل حركة خفيفة، حقصها من هان لهان. المكان هذا اللي انا حركت فيه راسي كان اكم من ثانية تقريبا، بنيجي عليها بنختار هان، بنروح على افكتس، طبعا بنختار الصورة تبعتنا الفيديو تبعنا، بنروح على افكتس، بنروح مثلا بنغير المكان تبعها شوي، بنكبرها شوي، فبصير عندنا اشي زي هيك. وهلأ في حركة حلوة بدي اعلمكم اياها، طبعا اللي بيمنتج بيعرفها، اللي هي اشارة الساعة اللي بتكون موجودة هون. لما اشارة الساعة تكون مطفية زي ما انتم شايفين معناها الاشي حيكون بالضبط في المكان اللي انا اخترته. مثلا انا اخترت الوجه يكون في النص، حيظل في النص طول الوقت. لما مثلا اختار في الساعة انه الوجه بالبداية يكون هان، ومثلا في النهاية يتغير مكانه، فاللي حيصير انه حيتحرك. حلو، فاحنا هان بنلعب فيها على راحتنا، بنتاكد انه الوجه في البدايه في المكان اللي احنا بدنا اياه، مثلا بدنا اياه في المكان هذا مثلا، يصير الوجه هناك، وبعدين بعد بشوي بدنا اياه يصير هناك، وبعد بشوي بدنا اياه يصير في الزاوية الثانية تحت. فهذا اللي بصير عندنا هلا. مثلا اروح بلعب فيها شوي، يعني الواحد يشوف ايش هو بده يعمل بالإفكت، بتصير زي هيك. هيك بنكون خلينا الصورة تتحرك شوي، وفي نفس الوقت بدي اياها تصير تكبر وتصغر. مثلا هان بدي اياها في البداية تصغر شوي، بعدين بدي اياها لقدام تكبر شوي، مثلا ما عجبتنيش برجع بمسحهم بعمل اشي تاني، فبصير عندي اشي زي هيك. وبرضه بدي اعمل كمان حركة، بدي اروح عند الروتيشن، برضه بختار مكان اخليها تبدأ تلف، مثلا بخليها تلف شوي هيك، بعدها بشوي بخليها تلف شوي هيك، بعدها بشوي بخليها تلف شوي هيك، فبصير معنا هيك. مثلا لقيتها مش حلوة بروح بقلل الحركات تبعتها شوي. هي عبارة عن تجربة، الواحد بضل يجرب يتفرج لغاية ما يوصل للإشي اللي هو بده اياه. مثلا انا لقيتها شوي الطف هيك، وفي افكت اسمه كلر بالانس، نختار الكلر بالانس، وبرضه بنسحب هذه للبداية، برضه بدنا نعمل فيها اشارة الساعة، وبنروح عند النهاية وبنسحبها زي هيك قد ما بدنا، فبيطلع معنا بالاخر اشي زي هيك. ممكن مثلا ايش اعمل بعد ما اتفرج عليها بالاخر،
مثلا الروتيشن ما عجبتنيش برجع عند البداية وبسكر الساعة وبتصير ما تلفش. مثلا في المقطع هذا انا مش قاعد بتكلم اشي بس صوت الكيبورد طالع، بروح بشيل صوت الكيبورد لحاله. ممكن مثلا نعلي المقطع هذا شوي تبع اللعبة، نرجع الصفر زي ما كان. طبعا ما تنسوا تعملوا النقلة عشان الصوت ما يكون مزعج على اللي بيتفرج على الفيديو. فبتفرج عليها المرة الأخيرة بلاقيها عجبتني، بيجي وقت اني اكمل الفيديو. فانا بخلي مثلا المقطع من البدايه للناس اللي بيشوفوا اللعبه اول مره وما بيعرفوا شو اللعبه. طبعا في كثير ناس بيعرفوا اللعبه وبيعرفوا ايش بيصير هلا، بس في كثير ناس شافوا اللعبه هاي لاول مره فبدهم يعرفوا ايش اللي بيصير. فبخلي جزء صغير في البدايه عشان الناس تعرف ايش بيصير. بس مثلا هلا انا بدي اكتب اسمي، فبتخطى لغايه ما انا اكتب اسمي، بقص كل شيء هان، بروح عند المكان انا كتبت فيه اسمي، بقصها من هان مثلا. يعني هيك انا بكون وجدت الناس اللعبه بالبدايه عباره عن ايش، فبورجيهم مقطع من البداية عشان الواحد يكون فاهم هو ايش بده يشوف هلا، ايش متوقع من اللعبة. واذا مثلا الواحد حب يشرح شوي عن اللعبة او اذا الواحد دخل في اللعبة على طول، ففي اشياء مرات بتكون ملهاش داعي بنقصها وبنختصرها على طول. ايوه في ثلاث رصاصات مثلا، ثلاث رصاصات بنقصها من هان، بنشيل الساكت بنرجع هان مرة ثانية. رصاصات واحدة مليانة وتنتين فضل، رصاصات واحدة مليانة وتنتين فاضيات. إذا طخيت حالي بالفاضية طبعا هلا بس بنقضيها نقصص الأماكن الساكتة بدناش إياها، والأماكن اللي بنحكي فيها بنخليها، وبنحاول نشوف إيش الفيديو فيه أشياء مملة بنشيلها وإيش فيه أشياء ممتعة بنخليها. وقص بنيجي هان مثلا بنقص هان، مثلا بنروح بنقص التصوير تبعنا بس من بداية الحركة لنهاية الحركة، بنيجي عليها وبنعمل زي ما كنا نعمل قبل شوي، بنحطها في النص مثلا. هذا السهم بيرجع الاشياء اللي انت عملتها في الحركه، وهذا السهم بيرجع الاشياء اللي انت عملتها في الزوم، وهذا السهم بيرجع يعني بيرجع كل شيء لطبيعته، والسهم اللي فوق على الاخر بيرجع كل شيء له علاقه بالحركه بطبيعته. هذا السهم حيرجع كل شيء له علاقه بالقص على طبيعته. بس انا ايش بدي اعمل، بدي امسك اللي على اليسار واشيلها شوي لان انا عملت حركه هان. سوبر وينز بدها كمان شوي على اليسار، فبنعمل هيك وبنخليها على اليمين عشان تكون في النص زي هيك. سوبر وينز. طيب وهيك بكون منتجت لهلا تقريبا 12 دقيقة و40 ثانية، لسه الفيديو ضايل فيه، يعني الفيديو كله لهلا اللي محطوط على بعض من غير يعني اللي منتجته 12 دقيقة و40 ثانية، واللي ما منتجته كله على بعض بيطلع 48-40 دقيقة تقريبا. فا إذا بدي منتجه كله على فيديو واحد حيطلع الفيديو كتير طويل ومعظم الناس ما حيتفرجوا عليه. فأنا إيش حعمل هلا؟ حقص الفيديو هذا، يعني مثلا حوقف الفيديو هذا هون، حعمل خاتمة للفيديو هلا بقوم بصورها، وبعدين باجي بضيفها وبمنتجها وبقصصها زي ما منتجت المقدمة هذه، وبعمل مقدمة جديدة وبمنتج باقي الفيديو عشان اعمل منه فيديو تاني عشان يصير عندي فيديوهين مثلا 13 دقيقة او 13 دقيقة، او مثلا يمكن يعمل لي 3 فيديوهات مش 2، لانه اذا الفيديو كان طويل الناس حتزهق ما حتتفرج عليه كله. وهيك يعني انا بالعادة بمنتج فيديوهاتي. مثلا لو بدي اضيف مؤثرات صوتية، في عندي انا هان عامل ملف مسميه افكتس، الافكتس هاي انا حاطط فيها اشياء فيديو مثلا زي كيف، زي مثلا زي هذه مثلا. لو نفترض انه بدنا نضيف هذه على الفيديو، بنمسكها بنحطها هان، اي شيء فيه خلفيه خضراء بسموها جرين سكرين، بتنمسك زي هيك بتنحط في اي مكان احنا بدنا اياه. طبعا بنحط فوقها عشان نشوف منظرها كيف حيكون طالع، بنكبرها على المساحه اللي احنا بدنا اياها، بدنا اياها كبيره بدنا اياها صغيره، مثلا بدي اياها على قد حالي بس نفترض شو مكان يكون. انا لو اكون قاعد بس انا بحسب عدد الرصاصات اللي ضايله او شو مكان يكون، او مثلا مكبر وجهي وبدي احطها هيك كبيره بشكل عام. المهم بختار مكانها في المكان اللي بدي اياه، بعد ما اختارها احط عليها، بروح عند افكتس بختار اشي اسمه الترا كي. بعد ما اختار الالترا كي في صفحه الافكتس هان بلاقي هذه، بختار اللون الاخضر اللي موجود هان. مجرد ما اخترت اللون الاخضر حيختفي تماما وحيصير عندي هان
بس الإفكت اللي أنا بدي إياه بتحكم فيه زي ما أنا بدي، بكبره بصغره بحطه في المكان اللي بدي إياه، بختار وقته موت يا كلب. كمثال أو مثلا بشيل الصوت منه كلب. فهيك يعني ممكن الواحد يضيف أشياء، ممكن برضو الواحد يضيف أصوات معينة. يعني أنا هاي حاطط فيها كل إشي له علاقة بالفيديو، مثلا إفكتات من الأنمي، زي لما مثلا كنت أحط هذا مزعجة شوية هذه، وين كيف وطي الصوت، مثلا أنا كنت أحط هاي في الفيديوهات من قبل، أتوقع أنتم شفتوها. مثلا إشي زي هيك. فبرضو الواحد حلو إنه يكون مرتب عشان يعرف وين هو حاطط الإفكتات اللي بده يستخدمها. مثلا إشي له علاقة بالمثلا واحد بده يعيط، بجيب له هذه مثلا بحط له إياها. فكل إشي بيكون مرتب مثلا عشان الواحد يعرف يوصل لهم المرة الجاية. عندي مثلا بحط أصوات لما بدي أحط صوت ضربة أو إشي، برضو نفس الموضوع، بنمسكها بنحط هان بصير عندي صوت الكف. طبعا الأصوات ما بمسكها وبحطها مرة واحدة، بكبس عليها دبل كليك بتطلع لي هان، بختار مثلا بديها تبدأ من هان وتنتهي هان عشان يطلع لي بس صوت الكف بدون أي أصوات خارجية زيادة، فبحطها هان هيك صار عندي صوت الكف. فبقدر أحطها في المكان اللي أنا بدي إياه، وأحطها في المكان اللي هو انطخ فيه الرجال، بوطي صوتها شوي لأنها كثير عالية ومزعجة. فخليت مثلا صوت الشتغن يصير صوت كف، والله حلو هاي ممكن أخليها في الفيديو. هاي بالنسبة للأصوات كيف تنضاف، والفيديوهات والجرين سكرين كيف بينضاف. ممكن الواحد يحط صورة مثلا إيموجي، يمسك أي إيموجي يحطه، لما الرجال يطخني أروح أحط إيموجي قلب مكسور إنه أنا والله زعلت، نختار الإيموجي نحطه هان. لما بدكم تحطوا صور دائما دوروا على الصور تكون صيغتها PNG، لانه PNG حيجي اصلا بدون خلفيه. فبتكتبوا اسم الاشي اللي انتم بدكم اياه على جوجل، بعدين بتكتبوا وراه هذول الثلاث حروف هيهم هان PNG، بيطلع لكم الصوره من غير خلفيه عشان تحطوها زي ما انتم بدكم. والساوند افكتس اللي انتم بدكم اياها بس اكتبوا على اليوتيوب اسم الساوند افكت اللي انتم بدكم اياه، شو ما كان يكون، مثلا سلاب سلاب ساوند افكت صوت الكف كمثال. بنيجي بنسمع هذا، بنلاقي هذا صوت الكف حلو، بدنا اياه نعطيه لايك لانه رجال محترم. بنروح هون عند كلمه youtube.com، قبل .com بعد يوتيوب قبل النقطه بنكتب pi. لما نكتب pi حيحولنا على موقع، حيقول لك الفيديو تبعك عاد بحمل. هان انت بتختار، يا اما بدك تنزل فيديو من اليوتيوب، يا اما بدك تنزل صوت من اليوتيوب. يعني لو نفترض الفيديو تبع اليوتيوب هذا اللي احنا شفناه اللي هو عباره عن كف، احنا بس بدنا الصوت، فبنروح عند كلمه اوديو وبنختار مثلا اعلى جوده عشان نحفظها عندنا في الجهاز، بنحفظها في المكان اللي احنا بدنا اياه، وبنغير اسمها عشان نعرف نوصلها. واذا كان فيديو جرين سكرين برضه بنفس الطريقه، بعد كلمه يوتيوب قبل النقطه قبل دوت كوم بنحط بي اي، بنيجي هان بنختار فيديو، بنختار اعلى فيديو كواليتي، وبننزل الفيديو عندنا على الجهاز عشان بر اخ شو الازعاج هذا. بنحفظ الفيديو على الجهاز وبعدين بنسحبه وبنحطه هان وبنستخدمه، وهيك بنكون منتجنا مقدمه وخاتمه. طبعا في الخاتمه انا برجع بحط نفس الايفكت اللي حطيته في المقدمه هان. يلا بسم الله، وبقص الفيديو مره واحده بعدين. وعشان اعمل صوره مصغره برجع عند الملف تبع اللعبة، بفتح الملف، ايش بعمل؟ بروح على الجوجل بكتب وان وراح الجوجل، بكتب اسم اللعبة، بفتح الصور وباخذ صورة تكون حلوة مثلا للعبة. مثلا هاي الصورة حلوة، بفتح عليها بحفظها عندي، والله حلوة كمان. بحفظ الصورة عندي في الملف تبع اللعبة، وين راح الملف تبع اللعبة هاد، بدخل هان وبرضو بحاول اني اجيب اسم اللعبة تايتل PNG. هذا هو اسم اللعبة، بنحفظه عندنا في نفس المكان في الفوتوشوب. ايش بعمل؟
كنترول صفر عشان ايش هاي حل عني كنترول صفر بنخلي الشاشة على الأد بنروح على الملف تبعنا حطينا هاي هان بنمسك الصورة بنحطها مثلا بدي اياه يكون على اليسار حلو بروح بختار حرف الام بختار هذا المكان وبقول له الفوتوشوب شوف شغلك برا بختار هان في حرف الام وبقول له الفوتوشوب شوف شغلك عشان يخلي لي اياها كلها تصير سودة مره واحده طبعا في الف طريقه انه الواحد يخلي المكان كله يصير اسود بس انا بحب اختصر على حالي هيو سود لي اياها كلها بعدين بروح بجيب اسم اللعبه انا بحب دائما احط اسم اللعبه عندي في الصوره ولكن اخر اكم من صوره انا سويتهم كانوا بدون اسم اللعبه فهي مبدئيا ححطها وممكن اخفيها بعدين بعدين بختار اي صوره الي من الفيديو في مثلا لما ضحكت عليه لما موتته والله مش عارف وين راحت هاي مثلا بدي المقطع هذا وانا بضحك عليه كمثال وين راحت بروح بكبرها بختار هذه عشان ناخذ صورة من اللي احنا شايفينه في المونتاج بنغير مكان الصورة نروح نحفظها في نفس المكان بكشتر ليه احفظ الصورة اوكي طبعا نرجع مرة ثانية بنرجع كل شيء زي ما كان عشان ما نخرب الدنيا هان بعدين بنروح على المكان اللي بدنا اياه نجيب الصورة نكبس دبليو ونخلي الفوتوشوب يختار حلو حرف الدبليو عشان يختار هو الفوتوشوب لحاله بالذكاء الاصطناعي مجرد ما اختار بكبس كبسه يمين لاير فيا كوبي ننسخها هلا هذه الطبقه ما بدناش اياها صار عندي بس الطبقه لحالي اللي انا فيها نمسح هذيك ممكن هذه حاليا نخفيها شوي هاي الخلفيه البيضاء بديش اياها بمسك حالي بحط حالي في مكان هيك يكون مناسب زي ما انا بدي ممكن نيجي هان مثلا نمسح هذه فهيك صار عندي صورتي انا والرجال المحترم طبعا بعدين بتكبروها بتصغروها على كيفكم زي ما انتم بدكم انا ايش مثلا ممكن اعمل بروح بختار الرجال المحترم هذا نفسه وبنسخه بس بدي انسخ ايديه معه مجرد ما نسخته بروح على الطبقة اللي أنا نسختها بروح على الزاوية هيك على الجهة على اليمين بكبس كبستين تطلع لي صفحة الإعدادات بختار الأوتر جلو لأن أنا بحب أحط الأوتر جلو أكيد شفتوا في الصور تبعوني بحط له صورة بحط له لون أحمر وراه لأنه شرير وبحط لحالي أنا لون أزرق أو برتقالي صار عندنا مبدئيا هذا المنظر بنيجي بنكتب هان ممكن نكتب اللي بيموت بيخسر بنمسكهم حط هذه هان زي هيك بس بنغير اللون ممكن نعمل هاي في هذا اللون لا مش حلو طيب بعدين بنيجي ايش نعمل لهم افكتات نكبس على هذه مثلا بنعمل لها اول اشي ستروك عشان نحددها بخط اسود بنكبر الخط عشان نحلي المنظر ويعني الواحد بقعد بيلعب بالاشياء اللي هان لغاية ما يشوف كيف هايو
زي هيك مثلا. ممكن نعمل كمان اشي زي هيك. واحد بجرب مثلا عجبتكم الافكتات بتكبسوا قلت تروحوا عند كلمة افكتس بتسحبوها عند هاي بتسحبوها برضو كمان مرة عند هاي فبتصير كل الافكتات اللي انت عملتوها على واحدة بترجع تنتقل عند الباقيين عشان ترجعوا شيء تعملوها من اول وجديد كمان مرة. بس برضو اذا بدكم تغيروا بتقدر تغيروا يعني بحاول اتفرج على الصورة شوفها عجباني ولا مش عجباني بغير فيها شوي بس اخلص طبعا بحفظها وبعد ما احفظها بحطها على اليوتيوب. الفيديو برجع بعد ما هلا اعمل الخاتمة هتفرج عليه كله. السلام عليكم. اتأكد انه الفيديو كله زي ما انا بدي. الاصوات ظابطة الفيديو ظابط بدي اضيف افكتات بدي اشيل افكتات يعني برجع بتأكد على الفيديو نظرة اخيرة بس اخلص واروح عند كلمة اكسبورت بختار المكان اللي بدي احفظ فيه الفيديو انا بحطه هون في الملف الرئيسي اللي انا حاطط فيه الفوتوشوب والبريمير. طبعا من هنا بنختار اسم الفيديو ومن هنا بنختار وين بدنا نحفظه وانا هان عامل فورمات معين بتقدروا تشوفوا على اليوتيوب ايش احسن اشي عشان انه الواحد ينزل فيديو يكون مناسب لليوتيوب. فبس تخلصوا الاشياء هاي كلها وتزبطوا الفيديو تبعكم وتعملوا سيتنجز تبعت الفيديو بتقدروا بعدين تحفظوها اظن بتعملوا لها بريست من هان سيف بريست بعد ما تخلصوا كل اشي عشان دائما تختاروا هذا وما تعيدوش كل اشي من اول تعملوا له اكسبورت بعد ما يخلص الفيديو. طبعا لان انا الفيديو مش مخلصه فحورجيكم على اشي تاني. بتفتحوا اليوتيوب تروح على صفحتكم تروح على يوتيوب ستوديو عند كونتنت او مش شرط يعني عند كونتنت تعملوا كرييت. لما تعملوا كرييت حيقول لك ابلود فيديو اختار الملف تبعك. انا هلا ححط اي فيديو تاني امونج اس مثلا. بتختار الاسم تكتب الاسم على كيفك بتختار ايش بدك تكتب في الديسكريبشن تحت في الوصف والصورة طبعا تختار الصورة اللي انت عاملها. اذا بدك تحط الفيديو في مكان معين للعرض مثلا انا عامل عندي شوية اماكن مع المتابعين والعاب وانيم ريفيوز معرفش ايش. طبعا بتعملوا الفيديو مش للاطفال اهم اشي. تنزلوا على الاشياء هاي كلها زي ما هي هيك بدك تحط تاجز هان بتحط تاجز بعدين بتعمل فاصلة بعدين تاجز بعدين فاصلة بعدين تاجز بعدين فاصلة. لغة الفيديو عربي انجليزي whatever. هان طبعا بتختاروا جيمينج اذا انتوا محتواكم العاب وتحطوا اسم اللعبه عشان تسهل على الناس البحث والتاكس بتسهل على الناس البحث. وهان برضو بتقدروا تعملوا هاشتاجز برضو عشان تسهل على الناس البحث. وبتيجوا عند فيديو اليمنتس مثلا بدك تحط اشي يطلع في نهايه الفيديو زي ما انا بعمل في نهايه الفيديو تبعي. بتقدر تعمل اشي جديد على كيفك بدك مثلا يكون في فيديوهين وصورتك او فيديو صورتك او بلاي ليست مثلا. انا مثلا خلص عندي فورمات معين دائما بحطه في نفس الفيديو في كل الفيديوهات فبروح الاقي فيديو من الفيديوهات القديمه اللي انا عاملها وبختار حيورجيني انه انا هان حاطط سبسكرايب تبعتي وحاطط احسن فيديو ممكن يطلع بالنسبه للمشاهد. كل مشاهد حيطلع له فيديو مختلف بناء على هو ايش شاف وايش ما شاف في قناتي وحاطط بلاي ليست معين اللي هو مع المتابعين. ولما انزل فيديو مع المتابعين زي الفيديو هذا اللي انتم حتشوفوه هلا حيكون هان في بلاي ليست تبعت العاب عشان تروحوا تتفرجوا على الالعاب. تعمل سيف مثلا بدك تحط فيديو ثاني مرتبط وانت بتتكلم عن الفيديو يعني مثلا هذا الفيديو اللي انا حتكلم عليه حعمل له تاج لبكشة روليه عشان تشوفوا الفيديو. فبتختاروا اي فيديو بدكم اياه بتختاروا وين بدكم اياه يطلع في الفيديو حيطلع لكم هيك فوق على اليمين زي اي وعليها اسم الفيديو تكبسوا عليها عشان تروحوا على الفيديو مباشرة. برضو هذا اشي بتقدروا تعملوه. وبعدين لازم تتسنوا التشيك يخلص حيقول لك checking if your video has any copyright بده يتأكد انه الفيديو تبعك فيش فيه اي اشي انت سارقه من فيديو تاني او اشي ممنوع او يعني حيشيك على الفيديو بشكل عام. بس يخلص الشيك على الفيديو بتروح على visibility بتختار يا اما بتنزل الفيديو هلأ يا اما بتعمل له جدولة ليوم معين ووقت معين وبس بتجدول او بتنزل الفيديو هيك بيكون عندكم فيديو على اليوتيوب. بس وهيك انا ورجيتكم كيف انا بمنتج فيديوهاتي بالعاده وبعملها. اذا حد عنده اي سؤال اي استفسار اذا في اي شيء ما فهمتوهوش في الفيديو احكوا لي تحت وبرد عليكم. واذا في اي اشياء ثانيه برضه حابين تعرفوها انا بقدر اساعدكم فيها زي ما ساعدتكم في الفيديو هذا اتمنى اني اكون ساعدتكم احكوا لي وان شاء الله مش حقصر معكم وبشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.